جمعية المودة تقدم سعيد سعيدة، يوميات اجتماعية من واقع الحياة الأسرية. سعيد سعيد، لا كلام على طعام، ايش تبغي؟ عجبك الأكل؟ عادي زي كل يوم. طيب توديني السوق بعد العشاء؟ مو فاضي، اطلبي سيارة ولا خلي أحد يمرك، ولو أنت فالحة كانت تعلمت السواقة. أنت إيش ما عندك كلمة حلوة تقولها لي؟ بصراحة يعني أحس أنك ما تحبني. يو شكلك أنت فاضية للنكد، عن إذنك الحمد لله شبعت. أصلا أعرف ليش ما تحبني، كل عشان الخلفة، عشان ما جبت أخلي أحمد، لأني ما جبت لك بنت. أعقل يا مرة، وش الكلام؟ إلا أتذكر لما طولت ما خلفنا بعد الزواج وقعدنا سنتين كانت أخلاقك قافلة معايا، وبعد ما خلفت رجعت تحبني، والحين رجعت مع حبك عشان الخلفة وكل يوم نكد عشان هذا الموضوع. الله يشفيك. أي صفية، وش خلطة الحمل؟ زعتر مع حبة سودة وطحنها، أوكي، وأرش معها شوية عسل. طيب وبعدين؟ وبعدين تحطي دقيق وسوي كيك. يلا يلا باي صفية، أكلمك بعدين. تعال هنا، أنت ليش تسمع ورايا يعني؟ هذه خلطة عشان الحمل، متبع عيال؟ لا أبا راحة بال، وما أباكي تفتح الموضوع هذا ثاني مرة. بطني. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أضيعك كل هالوصفات، بغيت تروحي فيها، والسبب وهم الخلفة اللي عايشتينا فيه. كل شيء من الله، حياها الله، والرضا من أسباب السعادة، غير كذا تنقلب حياتكم نكد. سعيد وسعيدة قدمته لكم جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي ومجموعة باسمح التجارية. سعيد وسعيدة، سيناريو وحوار فاطمة سعيد، تمثيل سارة اليافعي، فؤاد الأهدل، إخراج محسن الطرزي.